السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ناظم الدرويش، واليوم رجعنا بفيديو جديد. بالحقيقة إحدى الأخوات من شي شهر طلبت مني أعمل فيديو كيف حاليا عم بحضر لمستوى السي آيس، قلت لها هاليومين وسحبت معي شهر. بالحقيقة كان في عندي شوية ظروف والحمد لله مرقت على خير، وما بعرف إذا رح يكون هذا الفيديو مفيد لإلكن أو لا، لأنه أغلب الأشخاص اللي عم بيحضروا لهذا المستوى هن أشخاص أكاديميين، يعني عندهم باع طويل في الامتحانات وبالدراسة وما إلى ذلك، لكن ممكن نستفاد من خبرة بعضنا، أو إذا حدا منكم حضر بطريقة مختلفة ولقاها طريقة مفيدة أو ناجعة ممكن يكتبها في التعليقات ونستفاد كلياتنا منها. بالحقيقة حاليا عم نحضر نحن من سلسلة كتب زيشا اللي هي سي أينس أينس سي أينس تفاي، وأنستنا اللي عم تدرسنا في المدرسة قالتنا هي أفضل سلسلة للواحد يحضر فيها لهذا الامتحان. الحقيقة ما بعرف إذا بالدول العربية عندكم إمكانية لتشتروا هاي الكتب، يعني سعرها بتراوح للكتاب الواحد بحوالي 20 يورو، يعني الكتابين تتكلفكم حوالي 40، لكن بالبلدان العربية يعني ممكن الواحد يحصلها بطريقة يعني نوعا ما غير شرعية، لكن هون في ألمانيا يعني هاي الإمكانية مستحيلة وفي عليها ملاحقة قانونية. هلا النقطة الثانية اللي هي إيجاد بدائل للكلمات أو الأفعال، طبعا هذا الشيء رح يساعدنا بقسمي الليزن والهورين، وما رح يكون مجبور علينا كمان بقسم الشغابين. يعني أنا مرة شارح جرافيك وذاكر فعل مرتين، يعني نفس الفعل ذاكره مرتين ونفس الاسم ذاكره 3 مرات. بالحقيقة قالت لي الأنسة انه لازم تجد بديل لهذا الفعل وبديل لهالاسماء حتى ما ينقصك علامات بالامتحان، يعني كحد اقصى ممكن تذكر الاسم مرتين او تذكر الفعل مرتين، اما اكثر من هيك فهذا الشيء مرفوض. هلا كيف بنقدر نوجد بديل لهالكلمات او للافعال اللي بنعرفها او اللي ما بنعرفها؟ طبعا من خلال البحث في جوجل بنكتب نومين فيرب فيربندونجن، ممكن تطلعنا ليستات طويلة بهاي الأفعال، أو حتى ممكن نوجد مواقع فيها هاي الليستات وكمان فيها أماكن ممكن نعمل فيها اختبارات. يعني بعد ما تحفظ أنت هالأفعال وبدائلها ممكن تعمل اختبار ضمن هذا الموقع. هلا النقطة الثالثة اللي راح نحكي عليها اللي هي شرح الجرافيك، وتعتبر من أهم النقاط بهذا الامتحان لأنه علي 20 علامة، ومثل ما ذكرنا في فيديو سابق أنه علامات الليزن والهورن والشغايبين بينجمع مع بعض لازم تحصل منهم 60%، يعني 45 نقطة من أصل 75 نقطة حتى تنجح في هذا الامتحان. طبعا ممكن تكون علامة الشغايبين مساعدة كتير في نجاحك في هذا الامتحان، يعني مثل ما كلياتنا واجهنا مشكلة بامتحان البيتس فاي في التايلات اللي لهم علاقة في الليزن، وكانت أغلبنا أو أغلب اللي حضروا لهذا الامتحان كان عندهم هاي المشكلة، فأنت من خلال دراستك أو تحضيرك الجيد لفحص الشغايبين ممكن هاي العلامات تساعدك في نجاحك، أو ممكن ما تهتم لعلامتك أو ما تهتم كتير لعلامتك في قسم الليزن. هلا نحن كيف بنقدر نحضر لهذا القسم من فحص الشغايبين؟ طبعا الطلبات اللي بتجي بهذا القسم هي تقريبا نفس الطلبات اللي كانت تجي بفحص البيتس فاي، إضافة إلى أنه لازم تشرح نقطتين على الأقل من الجرافيك. يعني الجرافيك اللي حيعطي لك إياها عبارة عن رسم بياني لموضوع معين، يعني إحصائية لموضوع معين. طبعا من خلال الإحصائية لازم تذكر مثلا المصدر، لازم مثلا تحط مقدمة مناسبة، لازم مثلا تشرح نقطتين على الأقل مثل ما قلنا من هاي الإحصائية. هنا بيحطوا لك إحصائية مثلا لمئة طالب أو لمئة شخص أو لألف شخص أو ما إلى ذلك، إن كانوا بنات أو شباب، أو إن كانوا مثلا من سكان مدينة معينة وأشخاص تانيين من سكان مدينة أخرى. فأنت لازم تمسك هاي الإحصائية وتختار نقطتين تحكي عليهم وتقارن هاي النقطتين مع مثلا سكان مدينة هاي مع سكان المدينة الأخرى أو مع الذكور والإناث أو ما إلى ذلك.
فأنت لازم تهتم بهي الجزئية من هالامتحان. أما النقاط الثانية فرح تكون نقاط سهلة عليك، هني مرت عليك بامتحان البيت فاي. طب نحن وين فينا نقدر نلاقي جمل تساعدنا بكتابة هاي الإحصائية؟ طبعا من خلال موقع الإحصائيات التابع للدولة الألمانية اللي هو هذا، بيقدر الواحد هون يلاقي كتير إحصائيات عن مواضيع مختلفة، ويوميا بينزل عشرات الإحصائيات تنزل في هاي الخانة. طبعا من خلال هاي الإحصائيات بيقدر الواحد يستخلص منها جمل تساعده بكتابة الإحصائيات. انت كل ما عليك غير انك تكتب هاي الجمل اللي بتتعلق في النسب المئوية، مثلا هون بيذكروا لك انه بالعام كذا، او مثلا الذكور مثلا زادت نسبتهم عن الاناث، مثلا بالاسماء، مثلا السنة الفلانية اكتر اسم تسمى مثلا في المانيا مثلا توماس او مثلا لينا، وبيذكروا لك نسب معينة. طبعا انت ما عليك بس انك تنسخ هاي الجمل على دفترك وتعلم فقط فوق الريدي ميتل، يعني بحيث تاخده مثل ما هي وتستخدمه على جملتك او تعدل عليها. حتى هلا مثل ما قلنا يفضل انك تنسخ الجملة مثل ما هي على دفترك وتعلم فقط فوق الريدي ميتل حتى تستخدمه بشرحك للجرافيك. طبعا انا حاليا ما بقدر انزل محتوى له علاقة في السي اينس لحتى اخلص هذا المستوى، يعني حتى على الاقل يكون في مصداقية للشيء اللي انا عم بنزله، يعني مو شخص والله عم بنزل شيء لسه ما نجحان في هذا الشيء اللي عم بنزله. هلا الكلام اللي ورد بهذا الفيديو هو عبارة عن شيء عملته لحد الان عم بعمله، يعني ممكن يتغير بعد اسبوع او اسبوعين او ما الى ذلك. يعني كانت خطتي كالتالي، اني اجمع اكبر قدر للبدائل إن كان للكلمات أو للأفعال وأوي حالي في قسم الشغابين حتى ما أواجه صعوبة للنجاح في هذا الامتحان. يعني نعرف الشيء اللي مرينا فيه بقسم الليزم بامتحان البيت فاي، فحتى ما أمر في هذا الشيء رح أوي حالي في قسم الشغابين وبالقسم الهورن، وهدول القسمين يشيلوني بهذا الامتحان. طبعا قسم الشبغيشن يعني قسم على كل الأحوال الناس بتنجح فيه، يعني ما هو هالقسم اللي صعب. هذا كان كل شيء في فيديو اليوم، بتمنى تستفادوا منه. كان معكم ناظم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.